مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بميس زينة صاحبه توترينج كلاب. هاي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي ميس زينة. اهلا فيكي، نورتينا بالبرنامج. انتم اكتر نورين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي ميس زينة. ممكن تخبرينا اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس البيزنس الخاص بيكي هنا بالامارات؟ اوكي، انا اسمي زينة التميمي، انا فلسطينية الجنسية، انولدت بالاردن في عمان. بلشت البيزنس تبعي ب 2014 في مدينة دبي في الامارات. الباك جراوند تبعي هو بزنس ادمنستريشن، وبلشت من 2014، واليوم الحمد لله رب العالمين عندنا 5 برانشز في مدينة دبي. ما شاء الله. حابين نعرف اكتر يا ميس زينة عن الخدمات اللي بتقدميها هنا في توترينج كلاب. اوكي، احنا بنقدم خدمات تعليميه للطلاب اللي اعمارهم بين 5 لعمر 18 سنه بالريدنج، الرايتنج، الماث، وبنقدم كمان بالساينسز، الفيزيكس، بيولوجي وكيمستري، ونقدم كمان الفورين لانجويجز اللي هي الاربيك اند فرنش. بنعمل كمان سبورت للستودنتس تبعونا بالاي سي تيز والاس اي تي بريبريشن لتحضير للجامعات، وعندنا كمان اوفرنج للايلتس سواء لخدمات الهجره او لخدمات الطلاب اللي بدهم يقدموا على الجامعات. ما شاء الله، يعني فينا نقول ان انت بتاخدي طفل بتمهديه من سن 5 سنوات لحد 18 سنه تقريبا هيك. ما شاء الله ميس زينة. طبعا في ظل المنافسه الشديده الموجوده هنا بالامارات، حابين نعرف ايه المميز في توترينج كلاب. بقدر اقول ان المميز بتيوترينج كلاب انه احنا وي جينوينلي كير اباوت اور ستودنتس، وهذا جاي من دافعي او شعوري انا كأم تجاه الطلاب. بشعر مع الاهالي بفترات الامتحانات، بنشعر مع الاهالي بقديش الكوريكولمز ممكن تكون صعبه بالنسبه للطالب سواء بماده الماث او بالريدنج او بالرايتنج. والشيء الثاني اللي بنركز عليه اللي هم الديفرنت كوريكولمز اللي موجوده في المدارس. فاي طالب عم بيجينا من كوريكولم اللي هو الاي جي سي اس اي، تختلف طريقة تدريسه عن الكوريكولم اللي جاي من الاي بي كوريكولم او من الامريكان كوريكولم. فالشيء اللي بنعمله مع كل طلابنا انه بنعمل individualized program، personalized program لكل طالب بظروفه والاشياء اللي هو بيلاقيها تشالنجينج في المدرسه، اللي هو بيبقى محتاجها اوريدي. بالضبط بالضبط بالضبط. وبدي اضيف شغله ثانيه، انه احنا اول شيء بنعمله مع الطالب اول ما يجي على تيوترينج كلاب، بنعمل له شيء اسمه دايجنوستيك تيستينج. الدايجنوستيك تيستينج هذا بيحدد لي اذا الطالب هو سكورينج ات هيز جريد ليفل اباف اور بيلو، واذا سكورينج بيلو شو اللي بنقدر نعمله حتى نعمل له شيفت للجريد ليفل اللي هو مفروض يكون فيه. نعم، ما شاء الله، حلو كتير، مميز. ميس زينة، حابين نعرف عن نظرتك المستقبلية. والله الحمد لله رب العالمين، بتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرنا انه اليوم نعمل نجاح في دبي through the 5 branches هدول. بنأمل ان شاء الله انه نتوسع للإمارات الثانية في 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 دبي، سواء لأبو ظبي أو للشارقة، وإن شاء الله إنه يعني هاي نظرة هيك مستقبلية، ما بنعرف إمتى إمتى رح تصير. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله بالمستقبل. شكرا جزيلا ميس زينة. إحنا طبعا في أفضل بلد هنا بالإمارات، موجود نعمة الأمن والأمان لكل الوافدين والمستثمرين هنا. إزاي ده قدر بالأخص يساعد ميس زينة إن هي تستثمر بالإمارات؟ والله هذا إشي يعني شو ما حكينا فيه ما بنقدر نوفيه حقه. السبب اللي عمالي بحكيه واللي هو شجعنا إنه نستثمر فيه في مدينة دبي هو فعلا زي ما عم تحكي شغلة الأمن والأمان اللي عمالنا بنشوفها، سواء بالتعاملات مع الدوائر، سواء بالتسهيلات اللي عم نشوفها بالجهات الحكومية اللي عم نتعامل معها. احنا مؤسسة معتمدة من الكي اتش دي اي، فكان تعاوننا مع الكي اتش دي اي مسهل جدا. تسجيل العلامة التجارية، احنا لانه فرانشايز، تسجيل علامة التيوترينج كلاب كعلامة تجارية في وزارة الصناعة والتجارة، شفنا كتير يعني تسهيلات وتعاون من وزارة الصناعة والتجارة.
بدي ايدي. لقينا كتير تعاون من الناس اللي هناك على اساس يسهلونا امورنا، يسهلونا تسجيل الاوراق واي شيء احنا محتاجينه. فبصراحة نعمة التسهيلات والأمن والأمان اللي موجودة في الإمارات مش موجودة بأي بلد تاني. آخر إشي حابة أحكيه إنه منتشكر شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على كل شيء وفروا لنا إياه وعلى كل التسهيلات اللي عم بيعملوا لنا إياها سواء في دبي أو بالإمارات التانية. حابة من منبركم إني أنا أتشكرهم وشكرا جزيلا على كل شيء سبورت بيعملوا لنا اياه. واحنا متشكرة كتير بالبرنامج لوجودك معانا، نورتينا. شكرا. وبالاخير نحب نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع توتورينج كلاب. التواصل معانا جدا سهل، فيهم يفوتوا على www.tutoringclub.ae. ارقام التليفونات لجميع الفروع موجوده هناك، وفيهم يعملوا كمان انكويري اونلاين وبنقدر احنا انه نرجع نتواصل معهم. بحب اضيف كمان معلومه اخيره انه احنا متوفرين بخمس فروع في دبي. اولها موجود في تايم سكوير مول على الطابق الارضي، فرعنا الثاني موجود بالسبرينغ سوق اللي بمنطقه السبرينغز، الفرع الثالث موجود في مدن كوميونيتي سنتر جوا الكوميونيتي تبع مدن، الفرعنا الرابع موجود على الشارع الرئيسي في الوصل بالجميرة 1، فرعنا الخامس موجود في بالم جميرة على الجولدن مايل بيلدينج نمبر 9. متشكرك كتير من زينة، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية. دمتم بخير وفي رعاية الله.